بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، شخص أخذ عمره ونسي الوداع. نعم، الصحيح من أقوال العلماء أن العمرة لها وداع كالحج، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. ولأن العمرة حج أصغر، كما في حديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة الحج الأصغر. ولأن الإنسان يقدم إلى البيت، يقدم إلى البيت بتحية وهي الطواف، فلا ينبغي أن يخرج منه إلا بتحية وهي الطواف. فالصحيح أن طواف الوداع في العمرة واجب، إلا من طاف وسعى وقصر ثم انصرف إلى أهله، فهذا يكفيه الطواف الأول. فإذا كان هذا الذي ذكرت، إذا كان هذا الذي ذكرت انصرف من حين أنهى العمرة فلا شيء عليه. أما إذا كان بقي في مكة فإنه من الاحتياط أن يذبح فدية في مكة توزع على الفقراء، إن كان قادرا ومتيسرا، وإن لم يكن قادرا ولا متيسرا فلا شيء عليه.